كل سنة وانتم طيبين، وحلقة جديدة من صالون نيرفانا. النهاردة هنتكلم عن الشعر ومشاكل الشعر والهيشان بتاع الأطفال وجو الصيف والتساقط. هنتكلم في أول حاجة في ترطيب الشعر أو في تساقط الشعر، ده مشكلة كبيرة كلها بنعاني منها سواء أطفال أو كبار. الأمهات بيعانوا من مشكلة هيشان بنات الشعر بتاع بناتهم في الصيف، وفي كام حل بسيط كده هنبدأ بيهم. أول حاجة الترطيب، هنبدأ بالترطيب وبعد كده هنبدأ التحاليل بتاعة الشعر. في عندنا 5 زيوت وكريم طمارة دايما بقول لكم عليه، سهل جدا ووصفة سهلة جدا للأطفال، بتعمل على الهيشان، بتحسن هيشان الشعر والترطيب، وبتعمل على تتقيله وعلى تطويله. معانا زيت زيتون، زيت خروع، زيت ثوم، زيت جرجير، مع كريم طمارة موجود في كل الصيدليات ومستحضرات التجميل، وممكن نضيف كمان زيت قرنفل. بعد كده هنقص لها 2 سم كل شهر ونبدأ نحط الخلطة دي كل يوم. الشعر بيتحسن معانا الأسبوع اللي بعده بنقلله يوم، بنفضل نقلل يوم كل أسبوع، يعني نبدأ أول أسبوع أسبوع كامل. دي للأطفال والكبار، بتنفع الاتنين، بتنفع الأطفال وبتنفع الكبار. الخلطة دي هتمنعك أصلا انت الهيشان اللي بيحصل والكلام ده كله. تاني حاجة هنبدأ نسيب الشعر مفروض، مش هنربط الشعر خالص. الربطه بتاعت الشعر دي بتعمل في اطفال بشوفها الشعر منحول من قدام، ده بسبب ان انت رابطه شعر بنتك على طول. هنسيب الشعر سايب، لازم يكون متهوي ولازم يكون سايب. تالت حاجه انت ربطت شعرها من قدام من ورا، فبقى فاضي من قدام من اللي انت بتشد الشعر. هنعمل خلطه ايه؟ التوم. في خلطه هنعملها، والكلام ده بقى بينفع الكبار والصغار. الثعلبه او الفضيان اللي قدام، في حاجه جدتنا زمان كانت بتجيب حاجه صوف وبندعك المكان الفاضي ده، بنجيب فص التوم بنشرحه وندعك المكان ده يوميا مدة الكورس 2 3 شهور بالظبط، بيعالج الفيضان ده وبيعالج التعلبة. بعد كده عندنا بذر الكتان، بذر الكتان حلو قوي قوي، والمنقوع بذر الكتان مع جل صبار مع زيت زيتون وزيت جرجير، او ممكن نجيب جرجير فريش ونعملها. بذر الكتان ده بنغليه على النار غلوة واحدة، بناخد المنقوع بتاعه بنضيف عليه زيت زيتون وزيت جرجير، او عندك منقوع الجرجير ممكن اصلا هنعمل زيت الجرجير او جرجير فريش هنغليه وهنصفيه وهناخده عشان هندخله في كذا خلطه، وجل صبار الفريش اللي هو الطبيعي، لان معظم مستحضرات التجميل او بيوت سنتر الجل اللي هو ب 25 جنيه وب 30 و 35 ده جل، ده مش صبار خالص. يعني هنبدا نعمل، احنا هنقلب منقوع بذر الكتان وهنضيف عليه جل الصبار وهنضيف عليه جرجير اللي احنا عملناه، منقوع الجرجير او زيت جرجير وزيت زيتون، بنحطهم في ازازه او بخاخه ونستخدمه 2 3 مرات في الاسبوع. دي خلطه تانية هتعالج الهيشان وهترطب لك شعرك وحلو قوي. المعلومه دي للكبار وللصغيرين، وبتطول كمان حوالي 3 سم في الاسبوع. بعد كده عندنا خلطه كويسه قوي، منقوع الروزماري، وطبعا اللي طلع بذر الكتان ما ترمهوش لان هو حلو للبشره، بذر الكتان مفيد جدا للبشره، اللي طلع من المنقوع بتاعك ضيفيه على بشرتك. بعد كده عندنا منقوع الروزماري، منقوع الروزماري بيغذي الشعرايه بيقويها بيتقلها بيطولها كمان. عندنا حمام كريم شهير جدا حلو قوي، كان اجدادنا زمان كان بيجيبوا الزبده البلدي وكانوا بيسيحوها وكانوا يضيفوا عليها زيت زيتون وكان بيضيفوا عليها زبادي، بتعمل الخلطة دي على ترطيب الشعر وحلو قوي. انت ممكن تجيب دلوقتي زبدة الشيا، كان زمان ما ظهرتش زبدة الشيا فكان بيستخدموا الزبدة البلدي عادي جدا، مغذية جدا الزبدة البلدي للشعر، وهي كمان والنخاع، ده كله ترطيب للشعر. ندخل على النخاع، النخاع ده طبعا احنا عارفين اللي بنشتريها من عند الجزار تقريبا، معرفش اسمها ايه، او الماسورة تقريبا. النخاع ده بيتقل بيغذي بيطول الشعر حوالي 5 سم في الاسبوع، اي نعم بيدهن معاكي شويه بس هو حلو قوي للترطيب. هنفتح معاكم اتصالات، اي حد حابب يتصل معانا بشره او شعر هنكون معاكم مباشر. هنيجي بقى للتتقيل، في ناس شعرها بيقع، في ناس بيقع زياده عن اللزوم او بيقع، انت 100 شعريه في اليوم ده طبيعي جدا، انت لقيتي شعرك بيقع بطوله او بشكل مش كويس او انت حاسه ان انت مش مرتاحه للتساقط الزياده على اللزوم ده، هنعمل التحاليل بتاعه الشعر وهي بسيطه جدا. اول حاجه هتعملي صوره دم كامله، تطلعي هتشوفي الانيميا، هتشوفي فيتامين د. معانا اتصال، اسراء اتفضلي. ايوه يا
الصوت واطي بس. الو ازيك يا منورة اسراء؟ الشاشة. بنورك يا قلبي. لو سمحتي انا كنت عايزة اسألك على حاجة. انا من اتفضلي. 3 سنين كده الكوافيرة قصت لي شعري تمام. ومن ساعتها مش راضي يطول خالص، عشان قرطيته. فمش عارفة اعمل ايه، وعملت كل حاجة وبقصه كل شهر بس ما فيش نتيجة. تمام، انا هقول لك تعملي ايه دلوقتي. ماشي يا قلبي، شكرا. ماشي حبيبتي. اسراء، احنا معانا قص الشعر. انتي لما بيكون قص الشعر معاكي ما بيطولش، معنى كده ان الشعر اتقرط. الشعر بيكون اتقرط خلاص، مات. لان قص الشعر عايز حرفة وعايز ايد خفيفة ومقص حامي جدا. لازم، عشان كده انا دايما بقول انتي يكون معاكي المقص بتاعك، ومعاكي الملقاط بتاعك، ومعاكي المشط بتاعك في شنطتك. وانت رايحة اي بيوتي سنتر استخدمي حاجتك الشخصية وما تروحي البيت عقميها. هنبدأ نروح عند حد محترف تاني بمكان تكون انت واثقة فيه. هنقص الشعر 2 سم تاني، وهنبدأ في الخلطة اللي انا هقولها دي. في حاجة اسمها جدايل وترشوب. جدايل وترشوب بس مجموعة الزيوت كلها، او اي زيوت من الطبيعة، او اي زيوت موجودة. لازم يكون الزيوت دي واثقين ان هي اصليه، لان لو هي مش اصليه مش هيكون فيها اي فايده. هنبدا نجيب جدال وترشوب. هنبدا بكرسي التتقيل او كرسي التطويل، ايه اللي انت عايزاه؟ عايزاه يتقل تمام، عايزاه يطول تمام، مكتوب عليه تتقيل او التطويل. هنبدا اللي انت عايزاه. هنقص بقى 2 سم. انت عايزاه يطول هتجيب التطويل. قبل الشاور ب 10 دقائق هتعملي تدليك لفروه تبعدي عن فروه الشعر بسيط كده، تدليك 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 من الشعر من تحت لفوق. وبعدين كده نستنى 10 دقائق ناخد الشاور، ويكون مع بعديها 5 زيوت كريم تمارا اللي هي خلطه الترطيب والتطويل. بعد كده هنبدا معاك والحمام الكريم اللي هو مين؟ كفر الشيخ. اتفضلي. ايوه حبيبتي، بقول لك انا كنت قصيت شعري تمام. وهو دلوقتي بقى له 7 سنين مش راضي يطلع خالص. بقى له قد ايه؟ بقى له 7 سنين. بنفس المشكلة ما برضو. طلعش. تمام. نفس المشكلة. عندك سؤال تاني؟ نعم. في سؤال تاني؟ بصي يا حبيبتي، هو ما طلعش خالص بصراحة. طيب هقول لك الحل، بسيط جدا ويطول ان شاء الله، مفيش مشكلة. بدل مريم. تفضلي يا مريم. اي تفضلي. حضرتك معلش يا مريم، متوقع؟ توطي بس التلفزيون. ايش؟ تفضلي. فصل. حاولي يا مريم تكلمينا تاني. طيب قص الشعر، نرجع تاني لقص الشعر. قص الشعر يا بنات لازم يكون عند حد محترف، ولازم المقص يكون حامي جدا، ولازم على الطاير على الطاير، لان هو لو الشعرية اتقرطت مش هيطول تاني. الحل اللي احنا هنرجع عند بيوتي سنتر محترف تاني ويبدأ يقص لنا شعرنا من اول وجديد. وهنبدأ كورس التطويل اللي هو جدال وترشوب قبل الشاور تطويل، وال5 زيوت وكريم تمارة بعديها. هنرجع للحمام الكريم المغذي جدا وبيتقل جدا وبيطول جدا. المايونيز يا جماعه، في ماسك موجود مايونيز بتاع الشعر، لو انت لقيت المايونيز عادي ما فيهوش مشكله. ما لقيتيش المايونيز، هاتي المايونيز بتاع الاكل عادي. هتجيبي حمام الكريم تحطي فيه المايونيز، هتحطي فيه زيت زيتون وزيت جرجير، ممكن تضيفي عليهم شويه قهوه. الناس اللي بتحب شعرها يغمق، لان القهوه يوم بعد يوم بعد يوم بيتغمق الشعر، ما تحطش قهوه بس. القهوه مفيده جدا للشعر. نور اتفضلي. اتفضلي يا نور. الصوت عندي فيه مشكلة. اتفضلي نور. فصل. طب ارجعي اتصلي بينا يا نور. نرجع نكمل تاني. حمام الكريم ده مغذي جدا للشعر، مفيد جدا. ممكن نعمل احنا الايام دي في موسم الموز، وبفضل اقول كتير اوعوا اوعوا ترموا قشر الموز لانه مفيد جدا للشعر. ممكن تضربي شويه موز مع مايونيز في الخلاط وتعملي بهم الشعر، بينبت الشعر، بيتقله، بيطوله. ماسك المايونيز مع الزبادي مع معلقتين عسل حلو قوي. مايونيز مع زبده مع زبادي مع عسل مفيد جدا للشعر. تمام. معانا اتصال ولا مفيش؟ طيب نرجع. معلش. نرجع نكمل معانا الشعر والتحليل. هنعمل صورة دم كاملة، هنعمل في انيميا، فيتامين د، غدة درقية، هرمونات الذكورة بتوقع الشعر، لان لو عندك هرمون الذكورة عالي عندك بيوقع الشعر، تكيسات على المواد بتوقع الشعر. لازم نطمن ان احنا المواضيع دي كلها تمام،
ولازم نعمل التحاليل دي اللي هو التساقط زيادة عن اللزوم. بعد كده احنا ده عملنا الترطيب وعملنا التطويل، نيجي لاستخدام الشخص اللي هي الخمس زيوت وكريم التمارة. قد ايه الخلطة دي مفيدة جدا، مفيدة جدا، انت هتستخدميها كل يوم بس هتقل معاكي يوم بعد يوم بعد يوم. هنيجي للجرجير بقى، وصف الترطيب من الجرجير. منقوع الجرجير ده مفيد جدا للشعر، بيطول الشعر، بيغذيه، بيخليه تقيل وبيخليه رطب وبيخلي فيه طراوة في شعرك كده. هتغلي الجرجير على النار، هتاخدي المنقوع بتاعه، ممكن تضيفي عليه الزيوت، السبع زيوت برضو ممكن تضيفيهم، او تضيفي زيت زيتون وتضيفي برضو معاه علبتين زبادي او علبة زبادي، وتضيفي معلقتين زبدة برضو، حلو قوي، مفيد ليكي، هيغذي شعرك وهيطريه. نرجع تاني للتساقط بقى. طبعا التساقط برضو التغذية لازم يكون معانا، احنا التغذية لازم نشرب مية كتير، ناكل خضروات كتير، طبعا احنا صايمين فممكن ناخد طبق سلطة كويس بعد الفطار، نحاول يبقى جنبنا مية، لان المية والخضروات مفيدة جدا للشعر ومغذية كمان للشعر هي والخضروات. هنرجع بعد كده لخلطة حلوة قوي اللي انا شهيرة بيها، او اول تقريبا اول حد اتكلم فيها، هي الترميم. ترميم فيه ترميم على البارد، وفي ترميم بالبنيه الحراري، وفي ترميم اتفضلي يا عزه اسكندريه. السلام عليكم، لو سمحت كنت عايزه اسال حاجه عن الشعر. ايه يا فندم؟ كنت عايزه اسال حاجه عن الشعر، انا شعري بيقع بطوله، تمام، وبعدين قصيته بمقص كان وشوش ومن ساعتها ما طولش. طيب ماشي، هنرجع نقص الشعر تاني في مكان محترف يكون بيعرف يقص، ومقص حامي، او خدي ادواتك الشخصية معاكي، سواء اصلا احنا في نعم اتصال، سواء انتي في كورونا او مفيش كورونا، انا من قبل ما يحصل موضوع الكورونا انا برجح ان انتي تاخدي ادواتك الشخصية معاكي، سواء المقص سواء الملقاط سواء المشط تاخدي معاكي. هنبدأ بدل انت شعرك بيتساقط زيادة عن اللزوم، هنبدأ التحليل بتاعت الشعر الاول. لازم تشوفي انت عندك انيميا ولا لا، عندك غدة درقية ولا لا، عندك هرمونات الذكورة عالية ولا لا، فيتامين د، معظمنا ما بيطلعش في الشمس اللي هي من 8 الصبح ل 10 تقريبا عشان جسمك يستفيد من فيتامين د، ما بنطلعش للشمس او بنتعرض للشمس. فيتامين د، تكيسات على الموبايل، هرمون الذكوره، ده كله نشوف التحاليل دي كلها، لو انت تمام بعد كده مفيش مشكله. هنبدا انت عايزه شعرك يتقل، يبقى هنبدا بجدايل وترشوب تتقيل، قبل الشاور تتقيل، وبعد الشاور الخمس زيوت وكريم تماره. قد ايه الخمس زيوت وكريم تماره؟ مفيد جدا، ممكن نعمل مرتين في الاسبوع حمام دافي، حمام زيوت دافي. هنجيب السبع زيوت ونخلطهم على النار دقيقتين بالظبط، يطفوا، نطفي النار، نجيب فوطه سخنه، او لو عندنا بنيه حراري تمام، ما عندناش هنعمل فوطه سخنه او كيس عادي نلبسه باستشوار شويه سخنيه بس مرتين على الاسبوع على الاقل على الشعر، بيغذي الشعر بينتقله بيكون حلو. تاني حاجه، غسيل الشعر وتسريح الشعر لازم يكون بطريقه كويسه وطريقه صحيحه. لما نيجي نغسل شعرنا ما نفضلش نعمله دائري وبالطريقه اللي احنا بنعملها دي، احنا نغسل شعرنا نسيب الميه نازله عليه ونحط حمام الشامبو الاول وندعك بالراحه، تدليك تدليك تدليك، وبعد كده الحمام الكريم نفس الطريقه. بعد كده اما نطلع هنسيب شعرنا لا ينشف لوحده لهوا بارد، ننشف شعرنا، لان انت لو سرحت شعرك وهو مبلول طبيعي هيتقطع، طبيعي هيتساقط، وهيحصل معاكي كمان فراغات. فنبدأ نهوي شعرنا تهوية لعند ما الشعر ينشف، ويبدأ تسريح الشعر من تحت لفوق، يعني نبدأ من تحت وبعدين وسط وبعدين فوق، عكس التسريح اللي الكل فاكر ان هو بيسرح من فوق لتحت، ده غلط. طبعا المشط يفضل ان هو يكون خشب ويكون واسع، في ناس كتير ما بتحبش المشط الخشب، في فرش خشب دلوقتي، فرش خشب المسافة بين الشعراية والشعراية واسعة، نجيب الفرشة الخشب دي ونسرح من تحت لفوق، يبقى انت كده هتساعد ان شعرك يتهوى، هتساعد ان شعرك تقدري تسرحيه بطريقه كويسه ما يتقطعش منك او يتقطم منك. بعد كده عندك سيرم حلو قوي، زيت زيتون مع جل صبار، ممكن تجيبي جل الصبار من المشتل وتقطعيه من النص وتفضيه. معانا اتصال، اهلا بيك يا استاذه نور، اتفضلي. لو سمحتي، انا شعري قصير وما بيطولش وخفيف، اعمل فيه ايه؟ تمام، هنبدأ الشعر القصير مفيش مشكلة، واللي هو خفيف خفيف زيادة على اللزوم. اه
طب بيتساقط معاكي؟ اه بيقع. طب انتي فكرتي تعملي اي تحاليل من اللي احنا اتكلمنا فيها؟ لا طب انتي شفتي عندك انيميا ولا لا؟ لا ما عنديش. حللتي؟ انا حللت بس ما لقيتش عندي انيميا. طيب تمام، هقولك حالا. طبعا هي الشعر الخفيف زيادة عن اللزوم، ممكن يكون انت بتلفي الطرح 24 ساعة حتى لو انت قاعدة في البيت، ده مشكلة. انت خرجتي رحت الشغل بتاعك، رجعتي من الشغل لازم تهوي شعرك، لان التهوية عامل اساسي في الشعر. طول ما انت كاتمة شعرك هيعمل معاكي قشرة مش هيطول وهيتساقط معاكي. انت رجعتي من شغلك، رجعتي من الجامعة بتاعتك، هوي شعرك. بعد كده عندنا سيرم حلو قوي اللي هو زيت زيتون على جل الصبار. هنجيب جل الصبار من المشتل ونفضيه ونحطه ونضربه في الخلاط ضربة واحدة كده، ونحطه في بخاخ يوم بعد يوم، او كل يوم نعمل بخاخ كده، او اول ما نطلع من الشاور نعمل السيرم لشعرنا. السيرم ده بيكوي الشعر، بيغذيه، بيتقله، ومفيد جدا. بعد كده الكورس التتقيل اللي انا اتكلمت في اول الحلقة، هنجيب جدال وترشوب تتقيل بقى، لان انت عايزة شعرك يتقل. هتجيبي المكتوب عليه تتقيل، هتجيبيه من مكان انت واثقة فيه، ما تجيبهوش من اي مكان عابر كده. طبعا الاماكن كلها المسميات اللي احنا عارفينها بنشتري واثقين فيها موجودة. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد ما نجيب جدايل وترشوب قبل الشاور، معانا الخمس زيوت بكريم تمارة بعد الشاور. الوصفة دي بتنفع الاطفال وبتنفع الكبار، بتغذي وبتتقل وبتطول بطريقة فظيعة. طيب فاصل ونرجع تاني. رجعنا تاني معاكم، ونرجع تاني في علاج البشرة والشعر، ونحاول نحل مشكلة العياشان وترطيب الشعر. كل الكلام اللي احنا بنتكلم ده بينفع الأطفال بعد سنتين ونص لعند الكبار. من أول سنة، من أول يوم بيبي مولود لعند سنتين، ممنوع تستخدمي لشعره أي حاجة، ولا تقص شعر، ولا حد يقولك تعالي نقص الشعر، ولا حطي خلطة كذا ولا خلطة كذا. هما حاجتين، لازيت جونسون بتاع الأطفال بتاع الجسم ده، عايزه اقول لك ان هو بيوحد لك الشعر كله، بيطلع نفس الاتجاهات وما بيكونش فيه فراغات. او منتجات، كنت هقول منتجات بندولين، مش مشكله بقى. منتجات بندولين حلوه قوي للاطفال، او زيت جونسون بتاع الجسم. تمام. بعد كده اتفضلي سناء من القاهره. سامح حضرتك معاكي، انا بس سؤال بالنبي الله يبارك لك وتردي لي عليه يا رب يبارك لك. ماشي، حاول تحت امرك. بنتي عندها 6 سنين. تمام. وستها كانت، كنت انا يعني فتره سايباها بعيد عنها، فكانت ستها لقيت لها شعرها خالص ظبطها. بمكنه؟ بعد كده حضرتك طلع، طبعا خشن وملولو قوي. لا يا ريت، هو اصلا ما طلعش خالص، ما كانش بيطلع، قعد سنه عادي مش بيطلع، يعني مش بينبت حتى. ما نبتش؟ لا، وظروفي انا كانت على قدي، فرحت للدكتوره صيدليه ادتني بخاخه تمام وحديد بتشربه وبخاخه على شعرها. طول بس لسه خفيف وما بيطولش قوي، يعني هي عندها 6 سنين وهو ممكن يكون هي الطلع اطول منه. هي عندها كام دلوقتي؟ 6 سنين. 6 سنين. طيب المشكله ده بقى حصلت بعد اللي هي حلقت شعرها بالمكنه؟
طيب معرفش انتي، حلزونها بإيه بصراحة، بس أنا جيت لقيت شعرها كده يعني ما محلوق. هو اكيد مكنة. طيب اه حاجة تانية، انتي دلوقتي حلقت عند حلاق؟ عندي كوافيرة، بس كوافيرة مش يعني طب انت تعرفي عادية. الادوات اللي هي استخدمتها، او انت الفراغات اللي في شعر بنتك ما كشفتيش فيها تعلبة او حاجة؟ لا ما عندهاش شيء، على وديتها طب انت السريرة ما عندهاش. بصيتي في رش شعر بنتك، في فضة، في فضة يعني مثلا شعرية طالعة وخمسة لا، شعرية طالعة وأربعة لا كده؟ طيب في ما هي دي يا طبعا قلبي، فعلا في فروق كده دي. يا قلبي انا تفكيري صح، بنتك عندها تعلبة، ودي تعلبة عدوى من مكان التجميل اللي هي كانت فيه، في تقريبا مكان التجميل استخدمت حاجة فبنتك راحت بالصدفة استخدمت بعدها، وده اللي انا بقوله ان انت حاجتك الشخصية يكون معاها الفضاء، المكان لما يكون فيه تنبيت، فيه منبت شعرتين ثلاثة وبعد كده أربعة وبعد كده مكان فاضي خالص وبعد كده أربعة، دي تعلبة، والتعلبة دي لو انت ما خدتيش بالك منها للأسف بتوسع، فبتوصل توسع فبتفضل توسع عمرها ما يطلع الشعر. الحل اللي انت هتعمليه معايا ايه؟ انت معايا؟ طب اسمعيني، الحل اللي انت هتعمليه كورس شهرين ثلاثة مكثف من التوم والبلازما. طبعا انت على قد حالك، انا هقول لك حاجة بسيطة جدا، هتقدري تعملي البلازما في البيت ولا دكاترة التجميل هيقدروا يستغلوكي ولا امراض جلدية. اول حاجة انت هتعملي كورس مكثف للتوم، هتجيبي معاكي لا ابرة انسولين لا حاجة صوف قديمة عندك، وهتبدأي تدعكي راس بنتك بالصوف دي، تدعكي المكان، وتكوني مشرحه التوم، جايب ميه معاكي وتدعكي كل الفضل اللي في راس بنتك عشان نعالج التعلبه. انت ما لقيتيش حاجه صوف، هتجيبي ابره انسولين. طيب اتفضلي يا منى، معانا منى من اسكندريه. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اتفضلي. طبعا انا الاول بقول لحضرتك ان البرنامج بتاعك ما شاء الله حاجه كده حلوه قوي قوي ميرسي قوي، يا قلبي. بنستفيد منك. تمام وكنت حابه اسال حضرتك، انا اتفضلي. عندي مشكله في ضوافر رجلي الكبيره. تمام، كنت كشفت قبل كده وقال لي الدكتور، قال لي ان هي تينيا وفطريات، بس انا كنت لسه مهتمه اقول لك جدا. عندك تانية انا مهتمه جدا برجلي، ازاي ممكن يحصل ده عادي. لا ده وضوافر التانية رجلي دي بتطلع من بكتيريا يا الجلد؟ قلبي، لا بكتيريا عادي. طب جربت تستخدمي ليمون ليها وتوم؟ لا طيب جربت تستخدمي، هتدعي لي على الوصفة دي، هتدعكي رجلك بالليمون، هي دي تانية ملهاش دعوة انت مهتمية او مش مهتمية، بتيجي بعدوى، بتيجي بكتمة شوز، ممكن يكون انت بتحبي تلبسي شوزات مقفولة كتير صح؟ بالضبط. بس ما هي التانية بتيجي من قفلة شوزات، ممكن يكون انت في البيت مغرمة ان انت تلبسي الحاجات اللي هي في رجلك شيك كده، فانت بتحبي شكلك فبتلبسي مقفول. تمام. طيب ما هي القفلة على نفسك دي يا قلبي اللي بتعمل التانية، ملهاش دعوة باللي انت نظيفة او مش نظيفة. الحل ايه للتانية؟ اللي انت هتجيبي ليمونة، كل تمام. يوم هتدعكي المكان ده بالليمون، يوم ويوم، خلي يوم ليمون ويوم توم، هتدعكي بالتوم. تمام. اشكرك يا منى وتابعينا. خلاص. تمام هندعك طيب تمام هندعك المكان ده بالليمون وبالتوم. وبرضو الاخت قبل ما نخرج من الحلقه اللي هي التعلبه عليكي وعلى التوم، البلازما سريعا هتروحي معمل تحاليل، هتقولي له انا عايزه بلازما، هياخد منك حقنه البلازما هيفصلها عن الدم، هيديك البلازما. ما تخافيش هتحقني الداير هنا، لا الداير ده كده هتحقني 2 مللي 2 مللي 2 مللي. انت ما عرفتيش عادي تروحي تدفعي كشف اي دكتور امراض جلديه يكون سعره بسيط وقولي احقن لي دي، انت مش هتقدري ان انت تحقني كل اسبوع بلازما، انا علمتها لك في البيت وعليكي وعلى التوم والتانية توم برضو وليمون. الحلقة عدت بسرعة، إن شاء الله يكون معانا المرة الجاية وقت أسرع، وتابعونا على نيرفانا كاستر على فيسبوك وجروب حكاوي بنات، تابعونا فيه كل ما يخص البشرة والشعر، وإن شاء الله مستنية على جروب حكاوي كل استفسار منكم بخصوص البشرة والشعر، واستنونا حلقة جديدة من صالون نيرفانا. شكرا.